ثلاثة اثنين واحد صفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شو اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اشتقنا لكم من زمان ما نزلنا تحدي. التحدي اليوم رهيب وبنفس الوقت يا ويلك صندوق ذا يخوف. ايه، عندنا تحدي المشروبات. لا تختار المشروب الخطأ. ليش؟ بنحط مشروب طعمه حلو ومشروب طعمه مو حلو، ويجون اثنين هنا وكل واحد يختار المشروب وانتو حظك. واضح التحدي؟ سهل واضح. بس قبل ما نبدا لا تنسون اللايك تكفون والاشتراك في القناه، قربنا من 5 مليون مشترك في هذه القناه. الله يلا نعمل ان شاء الله 5 مليون. لا تنسون تكفون لايك واشتراك في القناه. طيب من اول اثنين يبدون؟ انا عبد الله. ايش رايك؟ خلاص وانا ذا، ثم كل واحد يلعب مع الثاني. خلاص انا اجيبكم هناك، بنحط لكم شيء. تناظر والله ودي افلف. بس بشرط اللي يجمع النقاط لازم يصحى. إيه. اللي يجمع نقاط، يعني اكثر واحد يحصل على اللي طعمه حلو دايم نقاط عاليه راح يحصل على 500 ريال. بيننا كلنا الاربعه. إيه. اكثر نقاط. طبعا النقاط راح تكون موجوده فوق. إيه. نشوف من اعلى. يلا مستعدين نحط لكم شيء؟ يلا يلا يلا. ايش اختار؟ يلا يعني اختيار ولا اللي ذا اللي اختار؟ انت اختار هذا ولا هذا؟ في واحد زين وواحد مو كويس. انت هذا ما في تغيير. يلا بس تشفطون وقت واحد دلوقتي. مع بعض يلا. واحد قوه شط. اثنين ثلاثه قوه. وصلت. يلا قوه. بعد وش ذا قوه؟ وشو عش من تحت. أنزل بسم الله. أنا بختار هذا. شوف وجهي والله أنا أقول هذا. خلاص بسم الله. واحد اثنين عصير اشرب معناته هذا مو زين. مع إذنك هنا، مع إذنك. ما في شيء والله. رفع ما جاني شيء. اشفط اقوى. ايش ذا؟ خردل. كمل سعود. لا والله ما كمل. يقولون زي العضلات. عضلات. اوه طعمه كذا ما ادري شلون. ايش حاطين لنا؟ عصير. ايش حاطين لنا انتم؟ عصير. نقطة هذا انا صفر. انا وسعد الحين. انا وياك صفر. الحين مين ومين؟ انا وعبد الله. بسم الله. يلا اختاروا. يا رب اختارت ولا لا؟ انا ولا مالي. انا بختار. يلا بختار هذا. ايش هذا اللي قدامي؟ لا ابي شكله حلو صح؟ ما ايش حاطين ذا انت معترف؟ يلا اقسم بالله اللي بيجيه سيء. اوه وطبي تو طالع لي خرده. واحد اثنين ثلاثة. وش هذا؟ شوكولاتة. حلو شوكولاتة. خل اطلع على وجهك. والله صحصحت. وش ذا؟ والله هو اللي طلع لي. احسب له من شيء كذا. شوكولاتة وش؟ خلاص يكفي. هذا خل. عمره معاك. خل ذا. خذ زيادة. نقطة عادي. انا مين عاد يشرب منه؟ خلاص نقطة لي صفر. هو الحين هو واحد صح؟ واحدة. طيب حطينا الاشياء. يلا اصبر نوريهم. يلا كل واحد يحط المصاص حقه. سعود تكفى. نشوف سعود تكفى. انا وضع يلا اختار. يلا ها قررت انت بهذا؟ لا هو اختار ذا. انت اختر. طيب ترى ما لنا دخل. ترى ما لنا. يبغي تحيل. انا وضع. لا خلاص انا هذا. بس وين وصلت انا؟ اصبر. لا دخل زين. وين رايح؟ تعال نوصل. واضح انه مو بزين. فوق
ايوه يلا تمام اصبر دقيقه واحده لا ثلاثه عشان كذا ثلاثه اثنين واحد صفر لبن لبن خلاص يا حق شطه صح نقطه اوه شطه ومويه مش مكثرين شطه يعني خل الحلقه يولع مثل ما ولع في الخلينا اي خلك حط له خل بس انها مقبول شوي اشرب لبن تشرب اشرب فرصه اشرب انا جيبوا له رز انقهرت انت بس كيف طعم الشطه خلصتوا خلصنا اساساتكم الله يا رب يا يلا اختاروا هنا ولا هنا لحظه انت تختار انا ولا لا عاد المره انا توه يلا اختار يلا من بختار ذي ايه انا كذا لازم من وجهك شك ها يا سعود انت هنا ها انت هنا ولا هنا اختار سعود شيك بسرعه انا هذه يلا انا هذه بسم الله مصاص صح علي لا لا ايوه ايوه تمام تمام الله كلكم تمام يلا 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 يا رب يا رب انت تختار ما تبي ذا لا انا ما اقول الا يا ويلكم يا ربي بسم الله عدوا لنا ثلاثة اثنين واحد كراميل مايونيز كراميل مايونيز يس كراميل يوو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 و
ارحمونا تكفون. ما فيه. يلا. اخر جولة لي. يلا. اخر جولة لسعود. اخر جولة لي بعدنا. وين بصاصي هذا؟ ها. تختار انت ولا انا؟ يلا. خايف. تك بغير. يلا يا شباب. هذا ما بصمت على تكفى. دحوم. ما ستينا. بسرعة. واخر راح منك لا يا ويلكم صوب لحظه لحظه نسيت اقول لكم شيء ما اقول الا يا ويلكم يا الله عشان اخوفهم عم غير انا شو انا اتحب انا شوف حرام حرامتها الحين وحرامتك بعد شوي يلا يلا اعطونا ثلاثه لا يعني ايه رصاصه زين مو انا بس ايه كلكم تمام ثلاثه اثنين واحد يلا اشفط انت اشفط 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 والله اشفط تو شعر بالمايونيز اشفط مايونيز اشفطه اشفط هو شيء زين اشفط والله مو زين ده والله مو زين صويا صويا يلا يا شباب سعود تكفى الجوله الاخيره اوكي ما راح اتردد وباخذ اللي قدامي لا 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 انت اخترت هنا راضي انت تبي ذا؟ خلاص يلا 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 دخل زين اصبر اصبر لا لا اصبر انت يلا شي نظرني ذا ها؟ واحد اثنين ثلاثة يلا انا من الوكيل مويه صح؟ مويه سندويشة اعطيه الله مويه الله طلعنا خردل هذا مويه ومبروك الحين كم نقطه انت انا اثنين وانت اثنين وانا اثنين انت برا خلاص الحين جوله اخيره ثلاث اكواب كلنا انت تحطها لنا حطيت الجوله الاخيره يلا واحد اثنين يلا انا بختار والجائزه فوق يلا دحوم اخترت الاول تكفى من سينتصر ليش من سينتصر يمكن هذا حلو درجه هذا من سين دخل زين دخل حط ارفع شوي صوب زين يلا اختر عبد الله دارك شوف هنا لا 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 عبد الله لا خلني هنا يلا اجرب هنا عبد الله زين حقي من سينتصر يلا سعد زين انا لا لا انت لا صوب زين هنا يا رب الفوز لي يا رب ثلاثة اثنين واحد يلا مبروك 500 ريال وثلاث نقاط خل ما ادري وشو هذا اللي فاز هارد لك هارد لك يا دحوم احمد ربك خل انا شطه انت شطه وهذا خل وهذا شكرا مبروك يا فاز عبد الله يستاهل
500 ريال مبروك 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 استاهل شكرا تعال تبرى طبعا ها الحمد لله انا اللي مصور خلاك شكرا جزاك الله خير وتعبنا بس تعبنا انت طيب اسمع لا تنسون لا تنسون زر اللايك والاشتراك في القناه ان شاء الله عجبكم هذا التحدي مبروك عبد الله واللي فاز لايك واشتراك نشوفكم ان شاء الله التحدي الجاي مع السلامه